عيد الأضحى من المناسبات أو الشعائر الدينية اللي بيكون ليها مكانة خاصة عندنا بحيث الصوم يوم عرفة بيغفر لك سنة قدام وسنة فاتت غير كده أجواء العيد أجواء العيد الأضحى بتكون مختلفة عن العيد الصغير الأضاحي وطبعا القصة ابتدت من أيام سيدنا إبراهيم طبعا لما كان حلم أنه بيذبح سيدنا إسماعيل فربنا جاله ربنا بعت له زي مرسيدس سيدنا جبريل قال له لقد صدقت الرؤيا فبالتالي راح لسيدنا اسماعيل وقال له يا بني انا حلمت ان انا بسبحك فقال افعل ما امرت ده بالرضا الرضا اللي هو الرضا بتاع ربنا انه في رضا وقبول ان قضاء ربنا واجب وكلنا لازم نوافق بيه شئنا ام ابينا طبعا جت اللحظة وكان هيذبح سيدنا ابراهيم سيدنا إسماعيل فجيه حكمة ربنا وعظمة ربنا ففديناه بذبح عظيم من هنا ابتدت القصة ومن هنا كل سنة بنحتفل بعيد الأضحى المبارك